طاب توقيتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي كالعاده نبداها بالعناوين. ضبط عبوات ناسفه بحضرموت كانت معده للتفجير ليله العيد. صحيفه عربيه تتحدث عن الضحك في اليمن الحزين. وفي جولتنا الرياضية أنظار العالم تتجه إلى موسكو. أهلا بكم. انتقلت حالة الاعتقالات من ميليشيات الحوثي إلى تشكيلات وفصائل أخرى محسوبة على المقاومة في المدن المحررة، ويعنون الموقع بوست. أهالي المختطفين في سجون الجماعات المتشددة بتعز يحملون المحافظ المسؤولية عن مصير ذويهم. ويقول الموقع حمل أهالي الضحايا والمختطفين لدى الجماعات المسلحة في تعز محافظ المحافظة أمين محمود المسؤولية الكاملة عن مصير أهاليهم المختطفين. وخلال جلسة استماع لذوي الجنود الذين تم إعدامهم على يد الجماعات الإرهابية في حي الجمهوري، قال قريب 3 من الضحايا إنهم كانوا عائدين من جبهات المدينة قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم بطريقة وحشية ومن ثم إعدامهم ميدانيا. وفي جلسة الاستماع وعندما حاولت التحدث انهارت انتصار هزاع ولم تستطع إكمال حديثها، وهي تستحضر صدمتها بمشاهدة أخويها نجم الدين وعبد الله جثثا هامدة. ويشار إلى أن اللجنة الأمنية كانت قد عثرت على 5 جثث مدفونة لجنود من الجيش الوطني أعدموا على يد الجماعات المتطرفة الخارج عن القانون في حي الجمهوري الذي تسيطر عليه جماعة أبو العباس، في حين لا يزال من رجال 22 أو من رجال عدد 22 من الجيش والوحدات الأمنية مختطفين ومخفيين لدى الجماعات الخارجة عن القانون. عن معركة الحديدة كتب السفير اليمني في الأردن علي العمراني مقالا أوضح فيه كيف أوصلت ميليشيات الحوثي البلاد إلى طرق مغلقة وما زالت تصر على معاركها، وأضاف في مقال نشر في الموقع بوست. كان بإمكان الحوثي أن يكون وطنيا يمنيا حقيقيا وأن لا يتسبب في كل هذا الدمار والخراب لليمن، ولو توفر شيء من الوطنية اليمنية الحقة عند الحوثي لتجنب الكثير من الاجتياحات والتوسعات بما في ذلك اجتياح عاصمة البلاد صنعاء، ولجنح للسلم في أكثر من مناسبة وفرصة أتيحت، ولكان انسحب الآن من الحديدة وجنبها الأضرار وفقا لما سبق وتبنته الأمم المتحدة من مقترحات ومعالجات. لكن اليمن في مخيلة الحوثي وعقيدته هو ذلك الكيان المستكين الذي يذعن للحوثي سيدا وحيدا عليه، أو إماما متفردا لا راد لأمره، وإلا فإن التنكيل والتشريد والقتل والدمار والخراب والضياع هو جزاء اليمن وأهله. عندما اتجه الحوثي باتجاه صنعاء وما بعدها كانت أمور كثيرة قد تغيرت، منها تظاهر الحوثيين بالانخراط في ثورة فبراير وتطلعات شبابها وحلمهم بدولة مدنية عادلة. لكن الأهم والأخطر من كل ذلك هو تحالف الرئيس السابق صالح وأتباعه مع الحوثي، الذي جعل كثيرين من أعضاء المؤتمر ينخرطون في صفوف الحوثي إلى درجة التورط والتماهي في المواقف والسياسة والحرب، على الرغم من قتال كثيرين منهم ضد الحوثي فيما عرف بالحروب الستة. تنتشر في عدن عصابات السطو والتقطع وتتحرك في مربعات خاصة بها، حيث قامت سابقا بتقسيم بعض الأحياء إلى مناطق نفوذ لها في ظل غياب أجهزة الأمن، لكن الحال قد تغير وفقا لعدن الغد الذي عنوان. شرطة البساتين تلقي القبض على عناصر عصابة سطو مسلح بحي الإنشاءات بعدن. وقال الموقع أن أفراد شرطة البساتين بمديرية دار سعد بعدن تمكنوا من إلقاء القبض على 3 مسلحين متهمين بالسرقة وأعمال التقطع بالمدينة. وقال قائد شرطة البساتين العقيد مصلح الذرحاني أن أفراد الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض على المسلحين أثناء محاولتهم القيام بعملية سطو واقتحام مبنى إحدى الشركات في حي الإنشاءات شمال مدينة المنصورة.
وأضاف قائد الشرطة أن المتهمين عقب تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليهم وبالتعاون مع حراسة الشركة اعترفوا بارتكاب جرائم سرقة وتقطع لمواطنين تحت تهديد السلاح. ما يحدث في عدن اليوم هو نتاج طبيعي لما حدث بعد تحريرها، وقد كتب حول هذه النقطة أحمد ناصر الحميدان في موقع يمن مونيتور مضيفا: بعد تحريرها تركت عدن ضحية صراع محتدم بين كيانات طارئة أوجدتها الحرب وتداعياتها، فبسطت على الوظيفة العامة والإيرادات دون مؤهل ووعي بمفاهيم وأدبيات العمل، سطت حتى صارت لوبي مصالح بثراء فاحش، رعت الفوضى مصالحهم ودرت عليهم ربحا وفيرا، ومنعت أيضا إصلاح واقع عدن كعاصمة وميناء ومصفاة يدر خيرا ويغطي السوق المحلية بأسعار تواكب المستوى المعيشي لتستقر عدن وتحد من غلاء أسعار سلع اليوم القادمة برا من موانئ التحالف المعني باستقرار عدن. الاستقرار عصب الحياة في عدن لتفرح في الأعياد والمناسبات بفريق عمل مشترك على الأرض يقدم خدماته للناس والمجتمع والوطن بعيداً عن الصراع السياسي والتبرؤ من المسؤولية ورميه على كاهل طرف وتحميله كل المآلات والمشكلات، ويعطي لنفسه الحق في التربص للأخطاء وحصر التجاوزات وتوزيع التهم وصكوك الوطنية، فيجد نفسه مضطراً لإعداد المصائد ودعم المصائب، وتحتفل عدن بتحريرها بمنصة تخلو من محرريها. في عنوان بارز جاء في صحيفة الأيام الصادرة في عدن: إحباط أكبر عملية إرهابية بحضرموت. وقالت الصحيفة مستندة على بيان صادر عن محافظ حضرموت إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية نجحت في إحباط عملية إرهابية كبيرة كانت تستهدف مدينة المكلا، جرى التحضير لها بعناية فائقة من قبل تنظيم القاعدة لتفجير أكثر من موقع مع آخر يوم في الشهر الفضيل. وفقا للصحيفة فقد قامت قوة عسكرية وأمنية واستخباراتية وهندسية بعملية مداهمة للموقع الذي اختبأت فيها العناصر الإرهابية وجمعت فيه مختلف وسائل الدمار للانطلاق منه لإحداث أكبر ضرر واستهداف للأرواح والممتلكات. وعثر في هذا الموقع المستهدف، وهو عبارة عن حوش يقع في منطقة حلة بمديرية المكلا، على عبوة أو عبوات ناسفة، أو عثر على 28 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين كبيرين وصاروخين حراريين وثلاثة أكياس من مادة شديدة الانفجار وهي السيفور، وكم هائل من الذخائر المختلفة. وكانت هذه المواد كفيلة بإحداث دمار كبير في أي موقع يتم استهدافه. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. حمل الآن تطبيق بلقيس وكن في قلب الحدث. أهلا بكم من جديد في جولتنا بين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. نطالع من صحيفة لوموند الفرنسية ما كتبه الصحفي لويس أمبرت حول معركة الحديدة، وعنوان: في اليمن التحالف السعودي يطلق هجوما على الحديدة. وقال أمبرت: بدأ التحالف السعودي هجومه على المتمردين الحوثيين في الحديدة، وهي الميناء الرئيسي للبلاد، حيث غادر الموظفون الأجانب التابعون للأمم المتحدة المدينة خلال الموعد النهائي الذي منحته الإمارات العربية المتحدة التي تنسق العملية نيابة عن التحالف. وتخشى الأمم المتحدة وقوع كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن اليمن
يعتمد بنسبة 90% على واردات الغذاء والغاز والأدوية على هذه المدينة، ومن المرجح أن يغلق الهجوم بشكل دائم الميناء. وتفيد الصحيفة كانت الولايات المتحدة المتحالفة مع التحالف السعودي قد أقنعتها في ربيع 2017 بتنفيذ مثل هذا الهجوم الذي كان يرفضه التسلسل الهرمي العسكري الأمريكي، لكن التحالف رأى فرصة جديدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ويؤكد أن إيران تسلم أجزاء من الصواريخ البالستية إلى المتمردين عبر ميناء الحديدة. وفي يوم الاثنين أعرب كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس عن تأييدهما الحذر، بينما قالا إنه ينبغي استمرار وصول المساعدات الدولية. ما زلنا في جولتنا بين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم التي تتابع مجريات معركة استعادة الحديدة من سيطرة الميليشيات، ونشرت صحيفة لوموند دبلوماسي بيان صحفي لوزارة الخارجية الفرنسية قالت فيه أنه تم الحفاظ على المؤتمر الإنساني الذي يشارك في رئاسته كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية في 27 من يونيو. وتقول الصحيفة أن ميناء الحديدة هو الواقع أو في الواقع إحدى بوابات اليمن الرئيسية لجلب البضائع التجارية والإنسانية إلى السكان المدنيين. وتضيف الصحيفة الفرنسية: تقنعنا الأخبار القادمة من هناك بضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا لمسألة وصول المساعدات الإنسانية، هذا هو الغرض من المؤتمر الإنساني الذي اقترحناه. وتشير فرنسا إلى أن الحل السياسي التفاوضي بما في ذلك في الحديدة هو الذي سينهي الحرب في اليمن بطريقة مستدامة ويوقف تدهور الوضع الأمني والإنساني في ذلك البلد. برامج السخرية عن الضحك في اليمن الحزين عنوان لصحيفة العرب الجديد، والتي نقلت فيه عن الكاتب جمال جبران. جاءت برامج النكات والسخرية في اليمن قبل إعلان الوحدة بين الشطرين الجنوبي والشمالي. تصدت تلك البرامج للسخرية من الجهة التي تخصها وتقوم بترشيح حالة المجتمع ولو كان ذلك على نحو بسيط. لقد أنتجوا في الجنوب سلسلة كوميدية اسمها بشبوش وأبو الريش من بطولة الفنان المسرحي الراحل أبو بكر القيسي، وهو عمل أقرب ما يكون إلى دراما مخصصة للأطفال. أما في جهة الشمال فكان مسلسل دحباش لصاحبه الفنان آدم سيف، والذي صار اسم دحباش لاحقا ملتصقا به طوال سنوات عمره التالية، كما أنه الاسم الذي سيطارده ويعمل على قتل حياته الدرامية ويصبح عاطلا عن العمل. حين بدأت النتائج السيئة لإعلان الوحدة اليمنية تخرج إلى الضوء وبدأ الناس شمالا وجنوبا بشتم كل واحد منهم الآخر، يقول الشمالي للجنوبي يا أبو الريش والجنوبي للشمالي يا دحباشي. صارت تلك الأعمال الدرامية مسبة في حق الناس وإهانة وتحقير. ويختتم الكاتب جمال جبران موضوعه بالقول: من قال إن الحروب الأهلية يمكن أن تصدر عن طلقة رصاص واحدة يمكنها أيضا أن تندلع من كلام يقال على الشاشات. عن تغريدات العار كتب مؤلف كتاب جريمة قتل في أمستردام إيان بورما مقاله المعاد نشره في الغد، والذي تحدث فيه عن ترامب. وقال الكاتب: درجة العادة على إخضاع الخطابات التي ترسل لمحرري الصحف للفحص الدقيق للحيلولة دون تسليط الضوء على أصحاب الضغائن والأفكار الشاذة أو نقل أفكارهم للعامة، وما كان خاصا كان يظل خاصا. لكن هذا الواقع تغير مع ظهور الإنترنت الذي يتيح لأي شخص الفرصة ليبث أفكاره مهما كانت بغيضة أو سخيفة. ربما كان هناك رابط بين ظهور الإنترنت وفقدان الثقة المتفشي لدى العامة في النخبة والخبراء، وإن بقيت ماهية هذا الرابط غير واضحة بصورة دقيقة. وقد يكون من السطحية أن نرجع سبب التحرر من وهم الخبراء إلى التكنولوجيا الجديدة، لكن من الواضح أن التواصل عبر التغريدات وأشكال التعليق المعتمدة على الشبكة عززت فكرة أن الخبرة كلمة فضفاضة ومبالغ في تقديرها.
وهذا ما نراه الآن في المضمار السياسي. حتى وقت قريب كان الساسة يتخذون أهم القرارات خلف الأبواب المغلقة، وهم محاطون بفرق من المستشارين الخبراء، وكان المواطنون يسمعون بهذه القرارات إن حالفهم الحظ من خلال تقارير الصحف أو المؤتمرات الصحفية أو النشرات والبرامج التلفزيونية. لكن هذا النظام ليس مثالياً، فكم من سياسي أنقذه خفض مستوى السرية من الوقوع في أخطاء بشعة. لكن بعض أهم القرارات التي تتخذ الآن في أحدى دولة ديمقراطية في العالم تقوم على النزوات الجاهلة والأحكام المسبقة المتحيزة غير المنقحة لرئيس مولع بالتغريدات لا يقل فظاظة عن شخصية روزيان بار الخيالية، ولا يقل غرابة عن روزيان بار الممثلة. ويكمن الاختلاف الرئيس بينهما في أن تغريداتها صادرة عن ممثلة كوميدية عاطلة عن العمل حاليا، في حين أن تغريداته يمكن أن تغير مصير العالم. الحدث الأبرز في العالم والكرنفال الذي يوحد سكان العالم للمشاهدة والاستمتاع والمنافسة الرياضية، حول هذا كله كتبت صحيفة الحياة. تتجه أنظار العالم صوب ملعب لوجينكي الروسي في موسكو الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب الروسي والسعودي في انطلاق مباريات النسخة 21 في بطولة كأس العالم لكرة القدم. ويسعى المنتخب السعودي في ظهوره الخامس في المونديال إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره في البطولة أمام المنظم صاحب الأرض والمتسلح بالجماهير من أجل المنافسة على حجز إحدى بطاقتي المجموعة الأولى المؤهلتين إلى دوري 16 التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي ومصر. وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم عام 2018 بعد أن حل وصيفا في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المنتخب الياباني. بدوره يسعى المنتخب الروسي إلى الظفر بأول 3 نقاط لتصدر المجموعة، لكن نتائجه السيئة في المباريات الودية بثت الرعب في قلوب جماهيره التي تخشى صدمة الخروج من الدور الأول. لم تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم مجرد منافسة كروية بين أبرز النجوم وأقوى المنتخبات في العالم، لكنها وكما أورد موقع شبكة البي بي سي أصبحت منافسة لظهور نجوم من نوع آخر، وهي الحيوانات التي تتنبأ بنتائج المباريات. أصبح لكل بطولة من بطولات كأس العالم حيوان معين تتجه نحوه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم وتنتظر تنبؤاته قبل المباريات. ويتابع الموقع: اختارت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا القط الأصم أخيل لتوقع نتائج المباريات. وفقا لطبيبته فإن صمم أخيل يجعله أفضل من باقي القطط في التنبؤ بنتائج المباريات، نظرا لأنه غير متحيز تماما فهو يصم أذنيه عن أي تعليقات من المشجعين، لذا فإنه ربما يشعر بقلبه وحاسة القط التي لديه. وأشارت الطبيبة إلى أن القط أخيل سوف يتنبأ بنتيجة المباراة في الصباح عندما يقدم له وجبة الإفطار في طبقين مماثلين على كل منهما علم صغير يمثل أحد المنتخبين، ليتوقع القط الفريق الفائز بالمباراة عندما يتجه نحو طبق بعينه. ويضيف الموقع أن القط أخيل قضى الأيام الماضية في دراسة الفرق المشاركة في كأس العالم خلال الشهر الجاري، وخضع للتدريب من خلال النظر إلى رسم بياني للفرق المشاركة وجداول المباريات. صورا ساحرة ومتنوعة التقطت بعدسات محترفي صحيفة الديلي تليغراف بين النهار والليل، ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.